كل جمعه يعني. لا بس انه انا سمعت قلت لك شو كنت خايف تسال، ما انت تيجي تسالنا لانه استاذ وكل شيء عم يسمع على التلفزيون، بس انا كنت حاطط الايربيس عم بسمع في شغله خيي فكر فيها بمنطق. حرام انس هلا طلع كمان زعلان. والله مش متضايق بقول لك مش مشكله انا اذا قلتهم، بس ده الصح يعني فعلا اللي لو كانوا اقل كان يبقى الاحساس اهدى صفاء، بس انه مش معجقين. عبس عبس بس التابلو اصعب. التابلو بيفتكروه هين انه التابلو التابلو تمثيل تابلو يا صح. وقال لك استمتعي لي تركزتي في لا بس لا عن جد اللي عمله عبس لا بالنهايه ما نفرفشنا جايين نتعلمين اللي عملته. انت حلو انت حلو انت حلو انت بس وده هو ابدعت يا بيسوا. بس عن جد كانوا زنايي ما بيجاوبون كثير وعم بغني. شانتال انت زعلانه من ايه؟ من النقد يعني اللي هو قاله؟ الله بس قال بس طلعيني بس على المكان ده. شانتال ما فيش حاجه، هو على فكره كل مره بينتقدنا كلنا. طب انا هقول لك على حاجه والله العظيم وتصدقيها، اقسم بالله العظيم انت غنيتي حلو والله. ده بالنسبه يعني للمرض اللي انت كنت فيه للتعب يعني لا خرجت عن نوته ولا والله غنت صح. هي غنت صح بس هو جاي ينتقد. هو ينتقد ايه؟ ينتقد احساس. اي حاجه بنتقدها. زعلان شو قال لي؟ انا زعلان. ده شو قال لك؟ قالك قالها اكثر من كارثه. كمان حنانه اكثر فلور. الحمد لله مشي تبع قالك فلور فيش قلي كارثة. كيما قال لك من قبل. اه كيما قال لي من قبل كارثة. حنان حنان خرفها حنان. انا ما سمحلكش. لا صراحة انا ما زعفتش بكر. رحت له قال لي كي رحت له قال لي حاب نطلع شي لي في وسطك. حابو يطلع. انا فرحت. أنا بالبرايم الثاني والثالث كنت مغلطة بالبروجرام، الرابع برهنت له العكس. تفضل. أنت هيك كمان بدك تعملي. وبعدين مدام ميري قالت لك إيه؟ استني مدام ميري قالت لك إيه؟ سافا لا بيان فوز. عنده الحق. أنا قبل ما يقول لي هذا الكلام كامل كنت حطه في راسي، قال لك مش عايش الأغنية. هذا الشيء كله غادي يقوينا. شي حاجه ما كتمشي يعني. انا صراحه لو طلعت ميناء صراحه يعني انا بغيت نخرج، بغيت نخرج من البرنامج صراحه يعني. بغيت ما حيت ما عرفتش بغيت نكمل ولكن ما تقبلش على راسي نطلع ميناء مره ثانيه صراحه. قال انت اذا طلعت ميناء جايه معاك صراحه اول مره. انا لا ميناء ومره ثانيه لا. ما صراحه غلطه. شي كسلو ميناء ولا شي ميناء واش خمم انا في نومينيو سي الدوني دمي سوسي. نطلع نوميني نخرج نطلع نوميني عاود نرجع للجمهور نطلع نوميني رجعني صحابي سي لو دانيي دو مي سوسي. انا الحاجه اللي تهمني دوكا كيفاش جو ماميليور. انا سكو جو ريغاردي على تيلي سيتي كالكان كي سي شونتي كالكان كي سي دونسي مي كي نا با دو كاركتير فريمون. ما كان عندي ولا كاركتير في لا شونسون. فهمت. سي راك جو فوزي كيلكو موفمون والناس كانوا يضحكوا اي تو كان الناس البوبليك ايتي يافي اون بون امبيونس مي بون سي تو. ممكن تسمعنا قول؟ مش عايزه اقوم؟ قول بصي لي بصي لي. اولا انت غنيتي كويس جدا. هل؟ مع احترام شديد لهادي، ده رأي شخص من كذا حد شكر في اللي انت عملتيه. انت مش قادر تفهمي ده رأي شخص. انا دايما قرأ وكسنج. ممكن اقول لك على حاجه؟ ممكن اقول لك على حاجه؟ اسالك سؤال بسيط. انت بره الموضوع خالص. الواحد مشبوق كيف بده يغني يعني؟ حلو اسالك بس على حاجه. انت امبارح كنت قلت لي لما انا غنيت والطبلو قلت لي ايه؟ قلت لي ايه؟ نقلك قلت لك انا كثير حلو صح؟ كل الناس هنا صح؟ بره قالوا ايه؟ الناس اللي بره الناس اللي شافت قالوا ايه؟ صح؟ جه شخص عمل ايه؟
هل ده معناه ان انا قلت غلط او قلت وحش؟ لا، ده راي شخص. ناس كتير شكرت، كل واحد له وجهه نظر، هو بينتقد في حاجات معينه تفاصيل كده. بيتاخد بجديه هنا بالاكاديميه. لا ما معلش هقول لك على حاجه، الناس دي اللي شكرت، الناس اللي شكرت انا اطلع من الطب، ما بدي اطلع من النومينات. حلو، الناس اللي شكرت فيك الناس دي مش موجوده برضو؟ الاساتذه اللي مدام مير اللي الصبح قالت ان انت صوتك كذا 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 كذا، مش دي من الاساتذه برضو؟ طيب بس انا ما عاد بقدر استخدمه بالغلط. حلو، لا انت مستخدماه، انت ما كانش في عندك مشكله، انت واحده كنت تعبانه، وانا بقول لك انت ما غنيتيش غلط، هو بيتكلم على حاجه في التوتال في العموم، ما بيتكلمش ان انت ضايعه ولا ان انت غلط ولا ان انت في مرحله خطر ولا ان انت زي ما كلام الناس، كلام كتير اتقال لناس ثانيه. زي ما هو اتقال لي، هل انا كده بقول اصل انا كده غلط؟ لا، انا اشتغلت وتعبت وعملت وكل كل فالاخر هو طلع مشكلة، طلع عيب، مش معنى كده ان هو بيتكلم غلط. طلع عيب، بس لو بنتكلم في الاجمالي، لا انا طبلو اللي عملته كان واو وتحفة وجميل، بس هو اتكلم في حاجات تفاصيل جوه الموضوع، هو اللي بيبص لها، ممكن حد تاني ما يبصلهاش، هو بيبص لها بيبقى عنده حق فيها. انت لو احنا اتكلمنا في العموم طبلوها 10/10 وهايل وكان حلو جدا، بس هو بيتكلم في تفاصيل صغيرة احنا لسه بندرسها، يعني احنا لسه غصب عننا ما نقدرش نعملها، عشان احنا مش طبيعي بتاعنا ان احنا بنطلع بنعمل تابلو وبنعمل وبنعمل، مش نجوم، فاهم قصدي؟ فهو غصب عنه هو بيقول لك حاجات عشان يخليكي قدام لما تحطي في نفس الموقف تبقي احسن. وصلت؟